أنا لي درعي الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وبداية الاستوديو التحليل الأول للموسم الجديد 2017-2018، كل الأمنيات للمارد الأحمر بالتوفيق. الدوري رقم 59 والأهلي 39 ويبحث عن البطولة رقم 40، إن شاء الله يحققها هذا العام. في البداية برحب بضيوفي الكرام، الناقد الرياضي بجريدة الأهرام أستاذ وليد الحديدي، مساء الخير ونورنا واهلا بيك معنا في استاد الاهلي. مساء الخير يا كابتن فاروق، سعيد بالتواجد معاك. ايضا محلل الاداء النشط محمود سليم، طبعا واحد من المحللين النشطاء في موقع في الجول، مساء الخير ومنورني وان شاء الله تكون معنا دايما في استاد الاهلي. مساء الفل، سعيد جدا اني موجود معاك كابتن محمد ومع الدكتور وليد، وان شاء الله تكون حلقه موفقه والنادي الاهلي يحقق البطوله باذن الله ان شاء الله. النادي الاهلي والدوري حكايه عشق، ابتدت من 48 اول بطوله دوري عام نادي الاهلي في 24 اكتوبر 48، اول فوز باول مباراه كانت على نادي اليونان 5 أهداف مقابل لا شيء. احمد مكاوي احرز 2، وايضا حلمي ابو المعاطي، محمد الهيطة، وفتحي خطاب، دول كانوا ابرز النجوم اللي سجلوا في اول لقاءات النادي الاهلي. احمد مكاوي سجل اول هدف نادي الاهلي في الدوري. احمد مكاوي من اللعيبه العظماء، ما شاء الله له تاريخ كبير، حتى كان من اللعيبه اللي زودت شعبيه النادي الاهلي، لانه كان من اللعيبه اللي حريفه جدا، وكانت الناس بتروح تتفرج وتقول لك انا رايح اتفرج على الاهلي. ومكاوي في هذه الفتره بدايه الاربعينات، النادي الاهلي منذ انطلاق الدوري العام هو اول بطل لاول بطوله. النادي الاهلي في الموسم الماضي هو ايضا بطل البطوله وسجل خالي من الهزائم، اعتقد كانت بطوله مهمه جدا في الموسم اللي فات وليد. النادي الاهلي حقق بطوله، تصدر منذ يعني الجزء الثاني من الدوري، بدايه الجزء نهايه الفتره الاولانيه الدور الاول حتى نهايه المسابقه وهو متسيد بدون هزائم. يعني على مدار 39 دوري حققهم النادي الاهلي، بطوله السنه اللي فاتت 2016-2017 احد اهم البطولات في تاريخ ال 39 بطوله، للارقام الكتيره اللي حققها النادي الاهلي على مدار البطوله، طبعا بطوله بدون هزيمه، النتائج اللي حققها على كل منافسينه المباشرين، الارقام القياسيه اللي حققها بعض اللاعبين على راسهم طبعا شريف اكرامي وحسام عاشور وغيرهم. البطوله تحققت على ايد جهاز فني مصري بقياده كابتن حسام البدري. عدد اللعيبه حتى اللي برزوا مع النادي الاهلي على مدار مشوار البطوله، سواء اللعيبه الاساسيين اللي كانوا مع الاهلي على مدار السنوات اللي فاتت او المواسم اللي فاتت، زائد الاسماء الجديده اللي بدات تدخل مع نص الموسم وفي اواخر الموسم. اذا كمجمل هو دوري او بطوله تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي، واعتقد بعد عشرات السنين لما يجي النادي الاهلي يرشف ثاني بطولاته، بطوله 2016-2017 هتكون اهم بطوله او احدى اهم البطولات في هذا السجل. محمود، النادي الاهلي في الموسم الماضي خالي من الهزائم، 9 تعادلات من او 6 تعادلات اعتقد من الدور الاول. النادي الاهلي ابتدى كيرف الاداء مش الشكل الممتع للناس منتظره، جمهور النادي الاهلي دايما بيبحث عن الفوز والاداء، ولكن قبل انتهاء الدور الاول حتى نهايه الموسم افضل فرقه بتلعب كره في مصر. صحيح، يعني احنا نتكلم بالارقام ان الفريق ما بيتعرضش لهزائم، اكيد كان في انضباط دفاعي كان واضح. طبعا نبتدي الاول من البدايه، الانضباط الاداري ازاي كابتن حسام كان قادر يدير المجموعه بشكل عظيم، كان مسيطر جدا على كل اللعيبه من نجوم كبار صغيرين، كله كنا شايفين ان كله سواسيه، كله بياخد دوره بشكل طبيعي، ما فيش يعني ما حسيناش بمجاملات او اي شيء. طبعا كان في تركيز في البدايه ان انت لما بتستلم فريق مثلا عدى بمرحله هبوط زي اخر فترات مارتينيول، بتبتدي الاول بتشتغل تدريجيا ان انت تظبط المنظومه الدفاعيه، بتشتغل على الدفاع الفريق ده بشكل كويس. يعني شفنا المبادئ الدفاعيه، شفنا الاتزان، شفنا العمق الدفاعي، كان التركيز يعني حتى من البدايه، يعني بنتكلم تنظيم الاهلي في طريقه لعبه بيبقى 4-4-2 في حاله الدفاع، عبد الله السعيد بيتقدم جنب المهاجم، لا احنا ما كناش بنشوف الاثنين واقفين على خط واحد، ده سهل جدا بتمريره واحده بتضربهم، لا كان في واحد بيميل تحت الثاني بيعمل التغطيه، بيحاول يمنع زاويه التمرير على ارتكاز الخصم. كنا بنشوف توجيه للهجمه مثلا على الخطوط، اقدر استغل ان انا اضغط واستغل خط جنب الملعب ان هو يكون عنصر مساند ليا،
في ان انا استخلص الكوره. فكان تركيز كابتن حسام البدري في البدايه على الجزء الدفاعي، مع الوقت ابتدى افكار التطوير تظهر بشكل بسيط، يعني حاول الشغل على الجمل المركبه الثلاثيه على حدود منطقه الجزاء. يعني حتى شفنا في مواجهتين طلائع الجيش الموسم اللي فات كانت ناجحه في هدف عبد الله السعيد مع صالح. وفي نفس الشان محمود، النادي الاهلي كان دايما الاكثر استحواذ امام خصومه مهما كانوا مين، حتى امام الزمالك، والزمالك هو المنافس الاول. النادي الاهلي مع كامل الاحترام والتقدير لباقي الفرق، امام المقصه، امام المصري، امام سموحه، كل النادي الاهلي كان الاكثر استحواذ، وكان دايما بيعتمد على ضرب الدفاعات الخصم من عن طريق الباكين، تقدم الباكين بقى سواء الباك اليمين او الباك الشمال. صحيح صحيح، يمكن بس باستثناء مواجهه الزمالك في الدور الاول، لان الجون تسجيل هدف مبكر ابتدى كابتن حسام لا يعتمد على اساس اسيب الكره للزمالك واقفل دفاعاتي واشتغل على الهجمات المرتده. فكان نتيجه الاستحواذ اجمالا بقى في المباراه كان لصالح الزمالك، لان احنا سجلنا هدف مبكر. نفس الموضوع برضو في مواجهه المصري اتكرر، لان احنا سجلنا في اول 3 دقائق تقريبا، فخلاص سيب الكوره للمصري واشتغل ان انا هنظم دفاعي وانظم خطوطي واشتغل على المرتدات، ونجح ان هو يخطف الثاني والثالث. اكيد يعني الكابتن حسام كان بادئ الدور الاول ان هو حاطط في دماغه تطوير المنظومه الدفاعيه، مع الوقت هنشتغل على الجانب الهجومي. وحتى في تعاقداته كان دايما بيتكلم عن انا محتاج سرعه، انا محتاج جناح سريع، وده اللي عمله في الصفقه الاخيره من جناح بيدفيس اللي هو اللاعب باكا. خلينا نروح مع مشاهدينا لنتائج النادي الاهلي في مباراته الافتتاحيه في الدوري. لعب 64 مباراة في الافتتاحيات، فاز في 45، تعادل في 14، ولم يوفق في 5 مباريات. المباريات الافتتاحية ما بينه وبين طلائع الجيش كانت في 2016 الموسم قبل الماضي، اعتقد، وفاز بهدف مقابل لا شيء. ده كان ما بين الاهلي وطلائع الجيش في الموسم الماضي، ده كانت النتيجة الأولى. النادي الاهلي وطلائع الجيش في الدوري واجهوا بعض 21 مواجهه، 17 فوز للنادي الاهلي، 4 تعادلات، و2 منهم كانوا ايجابيه يعني سجل فيهم اهداف، 2 تعادلات سلبيه لم يسجل فيهم اهداف. عدد الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي 45 هدف سجلهم، بالنسبه لطلائع الجيش 10 اهداف. اعلى لاعب احرز اهداف هو طبعا النجم المخضرم عماد متعب 7 اهداف، اللي بيغيب عن قائمه النادي الاهلي وايضا بيغيب عن تمرين اليوم بسبب الوعكه اللي صحيه اللي مر بيها نازله معويه، نتمنى له سرعه الشفاء. محمد ابو تريكه ايضا من اكثر اللعيبه اللي شاركت في هذه اللقاءات، 13 مشاركه. الناحيه الثانيه النجم الغاني الكبير بابا اركو كل يتذكره، 6 ضربات جزاء ما بين الفريقين، عفوا 7، 6 للنادي الاهلي، 1 لطلائع الجيش، سجل منهم 4 ضربات جزاء. وكانت النادي الاهلي عم حقق امام طلائع الجيش 7 انتصارات متتاليه، ودي مؤشر بيبين ان النادي الاهلي في مواجهه طلائع الجيش بيكون له اليد العليا وليد. ولكن في الموسم الماضي الدور الثاني خاصه طلائع الجيش قدم واحده من اقوى المباريات، حتى النادي الاهلي فاز بشق الانفس في الانفاس الاخيره كعاده النادي الاهلي في الدقيقه 90 بلس. هو طبعا بداية سجل مواجهة النادي الأهلي في افتتاحيات الدوري طبعا بشكل كبير الأهلي بيحسمها، ودايما البداية بتكون مهمة جدا وبيركز عليها دايما النادي الأهلي، سواء بدايات بطولاته المباراة الأولى في البطولات أو الدقائق الأولى من المباريات، دايما دي بتحدد شكل البطولة. المباراة الأولى والدقائق الأولى المباراة في الغالب بتحدد شكل المباراة. بالنسبة لنادي طلائع الجيش طبعا نرجع نقول إن الأهلي كمان عنده كعب عالي في الهيد تو هيد مع كل فرق مصر، لكن بالنسبة لطلائع الجيش هو سجل دراماتيك، يعني الاهلي مكتسح سجل المباريات مع طلائع الجيش 17 فوز مقابل 4 تعادلات، ما تعرضش للهزيمه ابدا، 45 هدف بيحرزهم النادي الاهلي في خلال المواجهات ال 21 مقابل 10 اهداف لطلائع الجيش. حتى كل هدافين المواجهات السابقه كلهم من النادي الاهلي، سواء عماد متعب وبعديه ابو تريكه، يعني السجل كله لصالح النادي الاهلي بشكل كبير. نادي طلائع الجيش من الانديه اللي مع صعودها للدوري الممتاز الحقيقه بتقدم مباريات ومواسم كويسه. من الفرق اللي عندها انضباط تكتيكي مهما كان المدرب اللي بيتولى قيادتها، هو فكر وثقافة، يعني دايما أندية المؤسسات العسكرية تحديدا عندهم ثقافة الانضباط، فده بيبان كمان على وضعهم في الملعب. حتى الأهلي لما بيفوز مع كل السجل الكبير ده لصالح النادي الأهلي
مباريات كتير منها ما بتكونش صعبه، لكن في الاخر هي شخصيه البطل اللي بتفرض نفسها في النهايه. زي ما انت قلت يا كابتن، الموسم الماضي ماتش الدور الثاني كان فيه صعوبه في حسمها، لكن الاهلي حسمها بالدقائق الاخيره لشخصيه النادي الاهلي، لاصرار النادي الاهلي. فمهمه، مواجهه مهمه جدا طبعا النهارده. يعني اذا الاهلي قدر يحافظ على سجل البدايه الجيد ويخرج بثلاث نقاط النهارده، هيكون ده تاثيره ايجابي على بقيه مشوار الاهلي في البطوله، خصوصا ان المنافس المباشر للنادي الاهلي الزمالك خسر نقطتين امبارح في مواجهه الانتاج الحربي. فده الفرق ده مع الجوله الاولى بيأثر فنيا وبيأثر نفسيا وبيأثر على كل المستوى. الدور الاول الموسم الماضي النادي الاهلي واجه نادي الاسماعيلي فاز بهدف مقابل لا شيء، فرقت جدا ان النادي الاهلي فاز على احد المنافسين الاقوياء الكبار، وبنفس الشيء خد ثلاث نقاط في بدايه دفعه انطلاقه الموسم ده اللي انت تقصده يا استاذ وليد. ده حقيقي. طيب خلينا نقول مع حضراتكم برضو بعض الاحصائيات للنادي الاهلي. النادي الاهلي 58 مشاركه من 59 بطوله، طبعا 59 هي هتبدا للنادي الاهلي في اليوم. اكثر نادي طبعا حقق رقم واحد 39 بطوله، المباريات 1447 مباراه، فاز في 964، يعني الارقام في مصلحه المارد الاكبر بشكل كبير جدا. تعادل 330 ولم يوفق في 153، سجل 2552 هدف واستقبل شباكه 896 هدف، وحقق من النقاط 2730 هدف. الثلاث ارقام والاربع ارقام اللي في الاخر في الاحصائيات بيبين لك النادي الاهلي على مدار التاريخ هو افضل فريق هجومي في مصر، واعتقد في الشرق الاوسط وفي افريقيا، ولهذا هو اخذ نادي القرن ولقب نادي القرن لم ياتي من فراغ. الهداف التاريخي للنادي الاهلي في الدوري العام عبر التاريخ يعني بتصدره اثنين، واثنين من اجمل وافضل المواهب اللي جت في تاريخ الكره المصريه. النادي الاهلي يعني لما تيجي كده تبص على ترمومتر الكره المصريه هتلاقي مع النادي الاهلي محمود الخطيب 109 جون، وايضا حسام حسن 109 جون، واعتقد افضل لاعب رقم 10 يا محمود وافضل لاعب رقم 9، يعني في افضل مركزين، الافضل من لعب في مركز رقم 10 كابتن محمود الخطيب بيبو، وايضا افضل مهاجم رقم 9 هو حسام حسن. صحيح، وناخد من كلامك يا كابتن محمد، يعني انت قلت ان النادي الاهلي معروف في كرته الهجوميه، النادي الاهلي عنده فلسفه، النادي الاهلي فريق جماعي ما بيعتمدش على نجم واحد، يعني حتى في الاحصائيات شفنا ان النادي الاهلي مش متصدر قائمه الدوري في الفريق اللي هو عنده لاعب حصل على اكثر على اهداف المسابقه. الاهلي جاي بعد الاسماعيلي وتقريبا على ما اعتقد كان المحله اعتقد، فالاهلي يعني كان عنده الهداف في 11 مره بس. فان النادي الاهلي ده دليل ان النادي الاهلي بيلعب كره جماعيه مش معتمد على لاعب واحد، النادي الاهلي بيعتمد في الاساس على انه منظومه، فريق عنده فلسفه الاستحواذ على الكوره ونقل اللعب والاستحواذ والتمرير القصير وتجميع اللعب في الجبهه ونقل اللعب للجبهه الثانيه. ده حتى ظهر في الموسم اللي فات، يعني شفنا حتى في مباراه طلائع الجيش الدور الاول والدور الثاني جول عبد الله السعيد الثاني، يعني بتمريره 1-2 مع صالح. الدور الاول 3-0 والدور الثاني 2-1. صحيح. جول عبد الله السعيد الثاني في الدور الاول كان تمريره 1-2 مع صالح جمعه في عمق الدفاع على حدود المنطقه، وقدروا يضربوا خط الدفاع ويسجل. في الدور الثاني جول الفوز كان برده بين ميدو جابر ومؤمن زكريا، برده نفس التمريرات الجماعيه دي، وحتى يعني التاكيدات من متابعات الاخبار التمرين امبارح، يعني كابتن حسام ركز على الجمل الثلاثيه دي اللي هي زي اللي بيقولوا عليها الوان 3، اللي هو تحرك لاعب بيجي من حر واثنين لاعيبه بيتبادلوا الكره وبعدين يلعبوها له. حتى كان في جول اللي هو من احسن اجوال المسابقه السنه اللي فاتت في احمد فتحي في الشرقيه. نفس الفكره بالظبط، اثنين لاعيبه بيمرروا ولاعب بيقطع بينهم ويلعبوا له الكره. انا هقولك من الاحصائيات ليه لاعب من اللعيبه اللي البعض دائما يعني ينتقده كثيرا، ولكن هو من افضل اللعيبه، يمكن افضل لاعب في مركزه في مصر، عبد الله السعيد. عبد الله السعيد انت ذكرت ان هو جاب جون، عبد الله السعيد هو هداف النادي الاهلي حتى الان في مسابقه الدوري العام وهو بيلعب، لان جاب 76 هدف في بطوله الدوري العام، وهو من افضل اللعيبه الهدافين. هو تخطى تخطى عماد متعب فارق هدف، ومحمد فضل طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي اعلن اعتزاله، جاب 77 هدف، ولكن هو افضل هداف في الفتره يعني في يلعب حتى الان في النادي الاهلي هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ما شاء الله كل سيزون على الاقل بيحرز 10 اهداف، بيصنع زيهم او اكتر، من اللعيبه المميزين جدا واللي دايما عنده الباسنج سكيلز او دقه التمرين ودقه التصويب. صحيح، يعني عبد الله انا في تحليل في اغلب المباريات ما بدخل على الاحصائيات، عبد الله السعيد اكتر لاعب استلم الكره في الفرقه،
طبعا ده دور صانع اللعب، فعبد الله السعيد بيقوم بدوره بشكل مثالي ان هو بيقدر يتحرك ويفتح زاويه تمرير، وده طبعا ده صعب جدا في بطوله الدوري. يعني حتى في فريق زي طلائع الجيش ده، انت اي ماتش بيلعب الاهلي في لاعب فرانك اللي هو الافريقي ده بيلعب مان على عبد الله السعيد، اي فريق تاني غير الجيش بيلعب الاهلي هتلاقي مان على عبد الله السعيد ومقفل عمق ولعبه كويس. فان انت بتقدر تتخلص من الرقابه دي وتتوفر سند لزميلك وتستلم منه، هي بس حصلت مشكله في فتره ما بعد بطوله الامم، اللياقه البدنيه بتاعته قلت شويه، اثرت عليه شويه. لكن عبد الله يعني عبد الله بقاله كام موسم منتهك، يعني بيلعب بشكل اساسي الاهلي منتخب مصر، مستمر في كل المشاركات. دي كواليس معسكر النادي الاهلي، حاجات ما تشوفهاش الا على شاشه قناه المارد الاحمر، قناه النادي الاهلي، كل ما يجري في معسكر النادي الاهلي. ادي عبد الله السعيد كنا لسه بنتكلم عليه، وسبحان الله يظهر في الصوره، يبدو ان هو سمعنا، وان شاء الله يكون له دور مهم جدا وكبير ويسجل اهداف في لقاء اليوم. طبعا ادي دكتور هاني اخصائي التغذيه في الفريق النادي الاهلي، والنادي الوحيد في مصر، وممكن نقول في، يعني مش عايز اعممها، في افريقيا، ولكن في النادي الوحيد اللي في مصر اللي عنده اخصائي للتغذيه قياس فني على اعلى مستوى، على اعلى مستوى من الاحترافيه، وده شيء يحسب صراحه لمجلس الاداره وايضا لرؤساء الجهاز الفني. كابتن حسام البدري مدير فني بمعنى كلمه مدير فني، احنا هنقول لحضراتكم الجهاز الفني كامل بتاع النادي الاهلي، كابتن حسام البدري مدير فني، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير للكره، كابتن احمد ايوب مدرب عام، كابتن سيد معوض مدرب مساعد، طارق سليمان كابتن طارق سليمان مدرب لقاء الحراس، كابتن انيس الشعلالي مدرب احمال، وده واحد من نجوم الموسم الماضي اللي ظاهر معايا في الصوره، ويا ريت يسمعني لان ده واحد من نجوم النادي الاهلي في الموسم الماضي، موسم لا ينتهي 11 شهر، وادي الكابتن احمد ايوب يظهر في الصوره، كابتن محمد ابو العيله اخصائي لياقه بدنيه، دكتور خالد محمود رئيس للجهاز الطبي، وسعيد احمد مدير اداري، ده طاقم الاداره الفنيه للنادي الاهلي، ادي احمد فتحي واحمد حمودي بيظهرون في الكادر، والكل في النادي الاهلي ونظرات التركيز، ادي احمد الشيخ اسلام محارب، احمد الشيخ يعود مره اخرى الى بيته النادي الاهلي اللي كان انضم له في الموسم قبل الماضي، وادي اسلام محارب برضه يعود الى بيته بعد رحله احتراف في بعض من الانديه، يعود مره ثانيه للنادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم ايضا الجهاز الفني النادي الجيش، احمد سامي مدير فني، محمد صلاح ابو جريشه فاكهه الكره المصريه مدرب عام، محمد جوده مدرب مساعد، وسيد السويركي مدرب حراس مرمى، وصفي الدين محمود اخصائي احمال، ومحمد مختار مدير شؤون للاعبين. اقول لحضراتكم قائمه النادي الاهلي، شريف اكرامي، احمد عادل عبد المنعم، محمد شناوي، احمد فتحي، باسم علي، محمد هاني، علي معلول، صابر رحيل، حسين السيد، محمد نجيب، رامي ربيعه، سعد سمير، حسام عاشور، عمرو السوليه، عبد الله السعيد، عمرو بركات، ميدو جابر، وليد سليمان، مؤمن زكريا، احمد حمودي، صالح جمعه، عمرو جمال، وجونيور اجاي، احمد الشيخ، مروان محسن، عماد متعب، اسلام محارب، ايمن اشرف، هشام محمد، وليد ازارو، دول قائمه النادي الاهلي. تحت السن اكرم توفيق وكريم ندفد واحمد بيكام وباكا مدامبي، اللي لعيبه اللي طبعا تحت السن. الجداد اسلام محارب، ايمن اشرف، هشام محمد، وليد ازارو، عبد الله الشامي، باكا مالامبي، دول اللعيبه الصفقات الجديده في النادي الاهلي. الراحلون ناس اللي غادرت فريق النادي الاهلي، حسام غالي طبعا في النصر السعودي، عمرو جمال اعاره لبيدفست، احمد حجازي اعاره ويست براميتش البيوم في انجلترا، مسعد عوض سموحه، وناصر ماهر اعاره لسموحه، فوزي الحناوي اعاره للاتحاد، جون انطوي المقصه اعاره، ومحمد حمدي زكي انتقل الى سموحه، وكوليبالي الهارب، ده قائمه النادي الاهلي في هذا الموسم. ويعني في لعيبه جديده في النادي الاهلي اضافات في الفتره المقبله. كابتن حسام البدري بيعتمد على نوعيه معينه من الصفقات، دائما يذهب لمن يحتاجه. ده هي السياسة الحقيقة في النادي الأهلي من زمان. يعني خليني بس أعلق على نقطة أخصائي التغذية سريعا، الأهلي كان ليه الأسبقية في كل ما الأكسسوارز اللي حوالين الفريق، دايما الأهلي كمنظومة بيركز على دعم الفريق بكل سبل النجاح. يعني شفنا تجربة الأخصائي النفسي، الأهلي أول من نفذها، حتى محللين الأداء والإحصائيات، الأهلي من أوائل الأندية اللي اعتمدت عليهم، النهاردة الأهلي النادي الوحيد اللي عنده أخصائي
اخصائي تغذيه محترف للفريق، وفكره التغذيه كمان مهمه جدا للاعب الكوره وفريق والفرق بشكل عام، سواء في مرحله ما قبل الموسم او اثناء الموسم او مرحله ما بعد. طبعا طبعا، وده بي 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 يعني نتائجه احنا بنشوفها، كلنا بنشوف النتائج اللي بتنتج عن ده. تاني مدرب الاحمال انيس الشعلالي التونسي، الحقيقه اللي كان مظلوم شويه في فتره من الفترات وتعرض لانتقادات، هو كان الموضوع خارج ارادته، لان فعلا الاهلي لعبت الاهلي بتخوض مواسم متلاحمه واساسيين مع ناديهم ومؤسسين مع المنتخب في كل البطولات وفي كل التصفيات وفي كل المواجهات، ففعلا وظيفه مدرب الاحمال في النادي الاهلي في هذا التوقيت وظيفه صعبه جدا. فكون ان هو يخرج بالفريق بالشكل اللي احنا شفناه النهارده، ده مش موسم جديد للنادي الاهلي، الاهلي لسه يعتبر يعني المواسم بالنسبه له متلاحمه، الاهلي ما خدش فتره راحه الا بس بعض اللاعبين المجاهدين اللي كابتن حسام البدري ادالهم فتره راحه اثناء البطوله العربيه، لكن الاهلي يعتبر مواصل موسمه من السنه اللي فاتت، اللعيبه بتخلص ماتشات او بطولات مع الاهلي، بتروح تلعب مع المنتخب، بترجع تاني للنادي، بتروح تاني مع المنتخب وهكذا. طبعا يعني النهارده الاهلي بيخوض المواجهه وعينه على تحدي البدايه. تحدي البداية بالنسبة للنادي الأهلي مهم، ليه؟ لأنه هو عنده كذا نقطة لازم يركز عليهم كابتن حسام البدري النهاردة. أولا بالنسبة للصفقات الجديدة اللي أنت كنت لسه بتتكلم عنها كابتن فاروق، الأهلي بيدعم بشكل يسد العجز او يسد النواقص اللي عنده. وبعدين مساله اختيار النادي الاهلي للاعبيه الجدد برضه بتتم وفق دراسه ووفقا لمتابعتنا احنا، يعني الاهلي مش اي لاعب يتالق، الاهلي بيسعى لضمه، الاهلي بيسعى لضم اللاعب اولا صاحب الشخصيه اللي تناسب النادي، وده بيبان في بحث النادي الاهلي الدائم عن ابنائه اللي بيتالقوا، يعني النهارده اسلام محارب لما الاهلي لانه ابن النادي الاهلي ومكتسب شخصيه النادي الاهلي. هشام محمد لما تالق رجع تاني النادي الاهلي لانه هو اوريدي فرد من افراد المنظومه. والنادي الاهلي في حاجه الى هؤلاء اللعيبه في تدعيم بعض المراكز، يعني ما بيشتريش وخلاص. بالظبط، هو اوريدي الاهلي عنده فريق مكتمل، فريق مكتمل حتى بالبدلاء، لكن فكره انك تدعم الفريق القوي ده احد اسباب القوه. فده اول تحدي اللي هو تحدي اللاعبين الجدد، وفكره ان النهارده معاك. احنا بس نذهب الى زميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي من معسكر النادي الأهلي. الاهلي عشان نخلي حضراتكم لحظه بلحظه مع كل اجواء الفريق. مساء الخير يا امير. محمد، مساء النور على ضيوفك الكرام وايضا كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلاص ساعات قليله وتنطلق اولى مباريات النادي الاهلي في بطوله الدوري الموسم الجديد لهذه البطوله، موسم 2017-2018، وهي اكيد بدايه هتكون مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله من خلالها النادي الاهلي يقدر يحقق الفوز وتكون دفعه قويه ودفعة مميزة نحو مواصلة المشوار للوصول للبطولة رقم 40 في تاريخ بطولات النادي الأهلي بالتحديد في بطولة الدوري، عشان إن شاء الله النادي الأهلي يوصل للنجمة رقم 4 على التيشيرت الخاص بلاعبي النادي الأهلي. لكن خليني أقول لك إن احنا دلوقتي متواجدين في الأوتيل الخاص بلاعبي النادي الأهلي والقريب جدا من ملعب مباراة، ملعب استاد السلام واللي هيتقام عليه هذه المباراة أولى مباريات النادي الأهلي في بطولة الدوري. خلينا نقول لك إن الفريق مستعد بشكل جيد جدا، في حالة من الجدية الواضحة جدا على لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. طبعا الفريق وصل مقر إقامته قبل أو امبارح بالليل بالتحديد عقب المران المسائي للفريق في ملعب مختار التتش بي الجزيرة. فور وصول الفريق كان في محاضرة من كابتن حسام البدري للاعبين، طبعا اتكلم فيها اكيد على اهمية هذه المباراة واهمية ان الانطلاقة تكون قوية بالنسبة للنادي الاهلي. زي ما احنا عارفين يا محمد دايما اي انطلاقة في اي بطولة بتبقى مهمة جدا لاي فريق عشان يكون عنده دافع معنوي وحافز معنوي لمواصلة المشوار بنفس الكفاءة اللي ان شاء الله يبتدي بها النادي الاهلي. ايضا كان في بعض التعليمات المحددة من كابتن حسام البدري للاعبين وبعض الواجبات والاسلوب التكتيكي اللي هيبتدي بيه كابتن حسام البدري
هذه المباراه. بالنسبه لكواليس الفريق النهارده، يمكن النهارده الفريق كان فيه ليه ميعاد على الفطار في تمام الساعه 10:30 صباحا، تلاه طبعا ميعاد الغداء بالنسبه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني في تمام الساعه 2 ظهرا. هيكون في محاضره اخيره من قبل الكابتن حسام البدري المدير الفني للاعبين قبل تحرك الاتوبيس، وبالتحديد هتكون في تمام الساعه 6 مساء، بالتالي هتحرك الفريق في تمام الساعه 6:15 مساء عشان يوصل لاستاد السلام قبل بالظبط 1:30 من بدايه هذه المباراه اللي هتكون او هتنطلق في تمام الساعه 8:15 مساء على استاد السلام. اكيد المحاضره الاخيره للكابتن حسام البدري هيستقر فيها على التشكيل بشكل كبير جدا اللي هبتدي بهذه المباراه. لكن خليني سريعا يا محمد اقول لك التشكيل المتوقع اللي هيبتدي بيه النادي الاهلي مباراه اليوم، واللي هتشهد طبعا ظهور اوجه جديده بالنسبه للنادي الاهلي او صفقات جديده ممكن تبتدي هذه المباراه. بالتالي خليني اقول لك التشكيل هيكون في حراسه المرمى شريف اكرامي، ناحيه الشمال هيكون حسين السيد مؤكد لان هو الظهير الايسر الوحيد المتواجد في قائمه ال 21 اللي اختارها الكابتن حسام البدري بالامس. طبعا هيكون المساكين رامي ربيع، عوده سعد سمير النهارده هتكون شبه مؤكده لدفاع النادي الاهلي بعد غيابه لفتره بسبب الاصابه. هيكون ناحيه اليمين هيكون احمد فتحي، امامهم اثنين في نص الملعب سواء حسام عاشور او عمرو السوليه. الثلاثي صناع العاب النادي الاهلي النهارده هيكون عبد الله السعيد، احمد الشيخ طبعا عودته للنادي الاهلي هذا الموسم وهو هداف الدوري الموسم الفات مع فريق مصر المقصه، ايضا هيكون متواجد وليد سليمان وصفقه النادي الاهلي الجديده وليد ازارو اللاعب الدولي المغربي اللي هيقود النهارده هجوم النادي الاهلي. ده التشكيل الاقرب يا محمد اللي ممكن يبتدي بيه كابتن حسام البدري النهارده. خليني اقول لك طبعا هيكون ايضا متواجد في دكه البدلاء، يعني ابرز العناصر ممكن تكون متواجده ممكن يكون هشام محمد لاعب النادي الاهلي الجديد، وايضا اسلام محارب هيكونوا بشكل كبير متواجدين في دكه البدلاء الخاصه بالنادي الاهلي النهارده تحسبا لاحتياج الجهاز الفني او كابتن حسام البدري تحديدا للدفع بيهم في اوقات مختلفه بالمباراه على حسب طبعا سير احداث المباراه. لكن بشكل عام ايضا خليني اقول لك يا محمد ان المباراه جايه في توقيت مهم جدا، ويمكن الجهاز الفني كابتن حسام البدري وجهازه المعاون واللاعبين بشكل كبير واخدين مباراة طلائع الجيش كبروفا مهمة جدا قبل مباراة أكثر أهمية أمام فريق الترجي التونسي في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، واللي هتكون أول مباراة إن شاء الله يوم 16 باستاد برج العرب بالإسكندرية، والمباراة الأخرى أو مباراة العودة هتكون في تونس باستاد رادس يوم 23. بالتالي الجهاز الفني واخد المباراة دي بمنتهى الأهمية طبعا بتحديد مباراة طلائع الجيش النهاردة عشان تكون بروفا مهمة جدا، وأكيد نتمنى النادي الأهلي إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية جيدة النهاردة عشان يكون دافع معنوي مهم جدا قبل مباراة الترجي التونسي في دور الثمانية، واللي يمكن الجهاز الفني واللاعبين مركزين في البطولة دي بشكل كبير جدا، بطولة دوري أبطال أفريقيا، خصوصا إن هي يمكن غايبة عن النادي الأهلي بقالها فترة مش قصيرة أكيد. لكن نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يفوز النهاردة بمباراة طلائع الجيش إن شاء الله. النادي الأهلي واخد أو مقسم الدوري لمراحل، المرحلة الأولى هي مباراة النهاردة اللي هيتخللها مباراة الترجي التونسي أو مباراتي الترجي التونسي، بنهاية طبعا بمباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري واللي هتكون قبل توقف بطولة الدوري عشان المنتخب إن شاء الله يشارك في تصفيات المؤهلة لكأس العالم والمباراة المصرية أمام منتخب الكونغو. بالتالي هي دي المرحلة الأولى بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، واللي بيحاولوا من خلالها إن هم يخرجوا بيها بأكبر قدر من المكاسب، سواء النهارده الفوز على فريق طلائع الجيش، ومن ثم إن شاء الله مصلة المشوار الأفريقي والفوز على فريق الترجي التونسي والتأهل لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. لو في أي استفسار محمد اتفضل. شكرا زميلنا أمير هشام، تغطية وفية لمعسكر وكواليس النادي الأهلي قبل الانتقال إلى المباراة. لوليد سليمان أحد الوجوه التي قد يبدأ بها كابتن حسام البدري في لقائه، طبعا وليد من اللعيبة كبيرة جدا لهذا اللاعب، كثير الحلول واللي بيسهل وبيساعد على طريقة لعب كابتن حسام البدري. خليني قبل ما اروح لضيوفي اكمل مع حضراتكم، النادي الاهلي سيادة اللواء شيرين شمس حتى الان ينتظر رد رسمي من اللجنة الاولمبية بشأن بطلان او ادعاء بطلان الجمعية العمومية للنادي الاهلي او الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للائحة الاعتماد لائحة النادي الاهلي. خلينا اقول لحضراتكم ان موقف الاهلي قانوني 100% والتحكيم الدولي في مصلحة النادي الاهلي. ايضا النادي الاهلي استلم بطاقة عبد الله الشامي اللاعب
سوري الجديد، وينتظر بطاقة اللاعب باكا الجنوب أفريقي حتى يكون له أنه يقدر يشارك مع النادي الأهلي في المباريات المقبلة. خليني أروح ليك محمود، طلاع الجيش عمل صفقات مهمة جدا على رأسها حسن وسا، لاعب وسط ارتكاز في منتخب أوغندا، لعيب قوي عنده برضو إمكانيات دفاعية عالية، بنية قوية، وأيضا بيجيد التمرير، وشفناه كان بيراقب عبد الله السعيد في لقاء منتخب مصر ومنتخب أوغندا. مع الصفقات الجديدة ودخول أيضا وعودة صلاح أمين مرة أخرى لنادي الجيش، عنده محمد ناصف جاي له من نادي الزمالك هيبقى باك شمال، عنده اسلام شرقية من التعدين، أحمد الشيخ من الاتحاد، وائل فراج من المهاجمين الأكفاء من نادي إمبي، محمد طارق العز من المقصة، وأيضا عصام الغندور لاعب النادي الأهلي، جيروم مويا من أسوان، محمود عبد العاطي المحلة، وعموري من الإسماعيلي، في مجموعة محمود حمد من الإسماعيلي، أحمد هاني من الإسماعيلي. نادي طلاع الجيش عقد صفقات مع مدير فني كابتن أحمد سامي من المديرين الفنيين الواقعيين، لاعب النادي الأهلي بواقعية هيبقى عارف أنه هو لازم يأمن دفاعاته بشكل كبير جدا أمام طموح النادي الأهلي في حصد الثلاث نقاط. كيف يبدأ النادي الأهلي في مواجهة تكتلات طلائع الجيش؟ طب خلينا نبدأ من بداية كلامك كابتن محمد. طلائع الجيش تعاقد مع 13 لاعب في مواجهات الأهلي، وحتى في مواجهة الدور الأول السنة اللي فاتت كابتن أحمد سامي كان هو المدير الفني، لعب بطريقة 4-3-3، كان في ارتكاز محور ارتكاز اللي هو فرانك، كان دوره إنه يراقب عبد الله السعيد، وكان في اثنين قدامه دورهم بالضغط على ثنائي ارتكاز الأهلي، والاثنين الوينجين بتوعه دايما بيضموا على نص الملعب، فكان نص الملعب بقى فيه كثافة، فيه خمس لعيبة كانوا دايما بيضموا معاهم ويقفلوا على الباكات بتاعت النادي الأهلي اللي هي بتتقدم. حتى شفنا طبعا قد قلنا إن حسن وصاوة يعتبر أجهز لاعب في الفرقة، واعتقد بنسبه كبيره هو اللي هيبدا المباراه، لان هو اللاعب الوحيد اللي رجله في الملعب فيهم، اعتقد هيبدا وهيراقب عبد الله السعيد، هيكون دوره ان هو يراقب عبد الله السعيد لانه ادى بشكل كويس في مواجهتين مصر واوغندا. اعتقد بقى النادي الاهلي، نبص على النادي الاهلي ونشوف النادي الاهلي طبعا في اي مباراه ليه ما بيغيرش طريقه لعبه، بينزل ضاغط من البدايه، الضغط القوي بتاعه الدفاعي مش بيعتمد على دفاع المنطقه او ان هو يقفل في نص ملعبه، لا بيضغط من البدايه. حتى معانا الصور. طيب احنا بص الاول نبتدي بالتشكيل المتوقع اللي ممكن يبدا بيه النادي الاهلي في وايضا طلاع الجيش، بس نبتدي بيه النادي الاهلي. شريف اكرامي في حراسه المرمى، سعد سمير ورامي ربيعه، حسين السيد واحمد فتحي ده خط الدفاع، حسام عاشور، عمرو السوليه، ممكن يبقى السوليه وهشام، ممكن يبقى حسام عاشور وهشام محمد، وفي الامام عبد الله السعيد و وليد سليمان، احمد حمودي او اسلام محارب، وفي الامام وليد ازارو كمهاجم اوحد في طريقه لعب الكابتن حسام البدري. رايك في هذا التشكيل المتوقع؟ هو في الاول في خلاف على مركز اللي هو الجناح اليمين، سواء احمد حمودي او احمد الشيخ او اسلام محارب، يعني في خلاف بينهم، انما اعتقد وليد سليمان هيبدا اكيد. التشكيل يعتبر هو نفس العمود الفقري، يعني كابتن حسام ما بيغيرش في شكل فرقته، هو نفس العمود الفقري بتاعه، نص الملعب، اثنين نص الملعب وقلبين الدفاع، وعبد الله السعيد هو قلب الفريق زي ما هو ثابت من السنه اللي فاتت، بيحافظ على نفس الاندماج بتاع اللعيبه بنفس المنظومه اللي هتلعب، هنلعب كوره هنستحوذ، وهن اول ما هنفقد الكوره هنضغط ضغط عالي، ومعانا يعني حتى الصور اللي هي بتوضح صورة واحد واثنين، عندنا استخلاص الكرة دايما للأهلي من عند منطقة جزاء المنافس. طيب. بيبدأ على طول خطوط الاستخلاص من فوق. ده التشكيل المتوقع مرة تانية بنعرضه لمشاهدينا. كمل كلامنا على موضوع الضغط العالي، الضغط العالي ده من اهم سمات الكره الحديثه. بالظبط، انت فقدت الكره ليه ترجع 30 و40 متر؟ انت ممكن تقدر تضغط هنا، ولو استخلصتها هنا انت هتبقى هتشكل خطوره اكبر بكتير من ان انت لسه هتنظم هجمه من تحت وتنقل. يعني انت هتبقى اقرب الى حد ما. بتبقى اقرب من المرمى بتمريره واحده، بتقدر توصل لاعب انفراد، وكمان بيبقى الخصم بيبقى خطوطه مش منتظمه، بيبقى في لاعب ساب مركزه وتقدم رايح يهاجم. قصدك يعني بيبقى في مثلا مساحات وفراغات. بتظهر الثغرات طبعا، يعني حتى ممكن ظهير يتقدم عشان يستلم الباص، تعمل الارتكاز، فخلاص تقدر تضرب الظهير ده بباصه. فيعني الضغط العالي طبعا سلاح النادي الاهلي الاول. عندنا كمان بعد الضغط طبعا في طريقه استحواذنا على الكوره، طبعا طلائع الجيش هيسيب للاهلي الكوره وهيلعب من نص ملعبه، من عند خط النص هيبتدي المهاجم بيضغط على البين الدفاع الاهلي، وزي ما وضحنا خماسي الوسط مع خماسي وسط الاهلي، يعني الظاهرين والارتكاز وعبد الله السعيد. هتبتدي بقى النادي الاهلي بيستحوذ على الكوره، بيحضر لعبه، دايما تحضير اللعب للنادي الاهلي بيبتدي في قلب الملعب عند نص الدايره من تحت،
وحتى كابتن حسام مركز في تمرينه امبارح على التعليمات والقلبين الدفاع، هتبني اللعب هنباصي في العمق مش على الاطراف، لان سهل تضغط على الباك، الباك بيبقى جنبه الخط فيضغط عليه بسهوله، انما لا احنا بننقل بنطلع على عبد الله او وليد بينزلوا في البوكتس اللي هي بين الطرف وعمق الملعب عشان يدي مساحه لايه؟ ان الباك يتقدم، يتقدم يبقى عنده مساحه ويضرب الدفاع معاه كمان. نعم. ارتكاز فبيربي خطوط المنافس. بيشتغل على الاستحواذ ده على الطريقه دي، بننقل كوره كتير، لعيبه الاهلي ما بتزهقش، هي دي طريقه لعبه. يعني الماتش الدوري الاول السنه اللي فاتت قعدنا استحواذ لحد دقيقه 72 على ما سجلنا اول هدف، كان طبعا كان واضح على فريق الاهلي، كان الميزه الاكبر اللي شافها هتغيب شويه النهارده وجود مؤمن، كان مؤمن زكريا دايما بيتحول لمهاجم تاني في الصندوق وهو اللي بيعرف يجري الهدف ديفنس، هو دي من مميزات مؤمن. ولكن ايضا جداً. ايضا في عبد الله السعيد بيقدر يعملها اكيد، وليد سليمان بيقدر يعملها، حمودي ممكن يعملها، بس انا اقصد ان مؤمن اميز لاعب فيهم في التحرك ده بالظبط بالظبط. فطبعا كانت واضحه جدا، كابتن حسام بيركز، يعني انا ركزت مع تصريحاته السنه اللي فاتت الاجزاء الفنيه اللي بيقولها، يعني كان قال في اول الموسم ان انا بعتمد على سياسه خط الدفاع العمودي، خط الوسط العمودي، فاللي هو يعني مش عاشور والثلاثي هيبقوا جنب بعض، بيدي حريه اكبر للثلاثي واحنا معانا الكوره، اتقدم جنب عبد الله، عبد الله ممسوك انت هتتحرك بين الخطوط، نقدر نضرب الخصم من بين الخطوط دي وتساند كمان وتكمل في المنطقه. يعني في بعض المباريات انا فاكر عمرو الثلاثي استلم الكره في الثلث الهجومي كان اكتر من كولويا للمهاجم نفسه، فاللي هو كان واضح فعلا التحرر في الفكره دي. كمان كان في شغل في موضوع في نص الملعب، عند تجميع اللعب في جبهه معينه، طبعا بيبقى في المهاجم خلاص راح ضغط على قلب الدفاع مثلا الشمال، فالنادي الاهلي بيمرر وبعدين يروحوا ناقلين الكره لقلب الدفاع اليمين يتقدم في المساحه براحته، زي جول سعد سمير الشهير يصوب او يعمل التمريره القطريه، وكنا برضو نقدر ناخد التشكيل المتوقع لفريق طلائع الجيش. في حراسه المرمى محمد بسام، محمد طارق ابو العز، وخالد سطوحي، ومعتمد محسن، وعاصم صلاح، دول الرباعي الخلفي، ديفيد اوفي او حسن وساه، فرانكو اونجونجا، محمد رزق، وفي الامام احمد الشيخ ولكن الاتحاد وليس النادي الاهلي، اسلام جمال وصلاح امين، ومن الوارد ان يكون وائل فراج في برضه في الامام من المهاجمين الاقوياء. وليد، هل شايف ان طلائع الجيش هيلعب بنفس الاسلوب اللي لعب بيه الموسم الماضي امام النادي الاهلي؟ طلائع الجيش دايما بدنيا بيبقى واقف على رجليه، يعني من الفرق اللي بتبقى ناحيه الجانب البدني دايما بيبقى واقف على رجله، ودايما في افارقه اقوياء في خط وسط. هم بيعرفوا فعلا يختاروا محترفيهم الافارقه بشكل جيد، وحسن وصوى يعني ابرز مثال، اخر مثال اللي خدوه من منتخب اوغندا، هو احد ابرز لاعبي منتخب اوغندا وقوه كبيره جدا في خط الوسط، واعتقد هيكون ليه دور كبير النهارده في مراقبه عبد الله السعيد. واعتقد كمان ان الجهاز الفني للنادي الاهلي هيبقى دارس فكر كابتن احمد سامي والجهاز الفني لطلائع الجيش، اللي هم هيعتمدوا على اولا ايقاف خطوره عبد الله السعيد لانه هو محور اداء النادي الاهلي. عشان كده انا شايف ان اجنحه النادي الاهلي الجناحين النهارده هيكون وليد سليمان هيلعب، وفي الناحيه الثانيه احمد الشيخ او حمودي، الاثنين دول مع وليد ازارو، لان كمان وليد ازارو مميز جدا في حته التحركات وبيعمل تبادل مراكز بينه وبين الاجنحه. لقاء الدور الاول مؤمن وعبد الله وجاي يسجلوا الاهداف. ففكره او اسلوب لعب وليد ازارو ده كمان بيساعد الاجنحه على انها تظهر بشكل كويس، فالضغط على عبد الله السعيد النهارده هيحمل عمرو السوليه مسؤوليه كبيره في نقل اللعب للثلث الهجومي، هيحمل كمان اجنحه النادي الاهلي اذا كانوا في حالتهم النهارده هيمثلوا خطوره كبيره بالتبادل مع وليد ازارو اللي زي ما قلت هو ده طريقه. عايز اسالك، هل ممكن كابتن حسام البدري يفاجئنا ويبتدي في هشام محمد؟ يعني هو بعيد عن فكر كابتن حسام البدري شويه، يعني كابتن حسام البدري يعني بيستنى شويه على بال ما يدي للصفقات الجديده لحد ما يحصل عمليه تجانس. النهارده في ثلاث اسماء جديده في قائمه النادي الاهلي، اسلام وهشام ووليد ازارو، وده عدد مش قليل ان هم يكونوا موجودين في القائمه، منهم واحد مرشح انه يبدا كاساسي، لكن ممكن هشام محمد واسلام محارب وتحديدا هشام محمد يكون ليه دور في المباراه النهارده، خصوصا لو الاهلي متقدم ومحتاج كمان يبقى في امتلاك كره، عشان محمد من الناس اللي بتعرف تحتفظ بالكره، بيستلم كويس جدا، بيمرر كويس جدا، وبيحتفظ بالكره بشكل كويس، بعيده وحلوه. ثلاث مميزات من اهم مميزات مركزه طبعا. يعني هشام محمد من احد ابرز لاعبي الوسط او اللاعبين بشكل عام في الموسم اللي فات، يعني اللي تابع مبارياته مع المقاصه الموسم اللي فات يعرف انه احد ابرز لاعبي الدوري، فكان دي كانت صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، خصوصا حتى طبعا البعض بيتكلم انه ياخذ دوره في منتخب مصر، خاصه ان اللعب بطارق حامد والنني الاثنين شبه بعض الى حد ما في طريقه الاداء، فيكون بجوار النني في المنتخب. يعني البعض الان يطالب من الان. انا معتقد ان مع
توالي مباريات الدوري ان شاء الله بعد تصفيات كاس العالم، وان شاء الله اللي تكلل بصعود منتخب مصر. اعتقد في اسمين في النادي الاهلي هيكون ليهم دور كبير جدا في منتخب مصر، اولهم عمرو السوليه وثانيهم هشام محمد، لان هم مكانهم في ثغره في منتخب مصر، واحيانا تراجع اداء منتخب مصر في بعض المباريات بيكون سببه قلب وسط الملعب. عمرو السوليه كمان حابب اتكلم عليه، لانه انا شايفهم لعيبه اللي مظلومين كتير في التحليل خلال الموسم اللي فات. عمرو السوليه كان احد ابرز لعيب الاهلي، حتى كل المباريات اللي تالق فيها عمرو السوليه دايما بيروح التقييمات والكلام للاعبين اخرين، لكن عمرو السوليه اللي برضه يركز معاه يلاقي احد اهم، خصوصا في النصف الثاني من الموسم، احد اهم اوراق النادي الاهلي، ولاعب محوري بشكل كبير جدا، وزي ما قلت بيشيل كتير كمان عن كاهل عبد الله السعيد مجهود كبير، وبيساعد كمان اجنحه النادي الاهلي وخط هجومه لانه بيتحرك بشكل كويس، وهو في نفس مميزات هشام محمد. يعني الاهلي دلوقتي عنده ثلاثي في وسط الملعب، ثلاثي من الطراز الاول، حسام عاشور طبعا بقيمته كهولدنج وكصخره بيتحطم عليها هجمات الفريق المنافس، والاثنين اللي هم البوكس تو بوكس اللي بيتحركوا عمرو السوليه وهشام محمد، الثلاثه دول بيمثلوا الكابتن حسام البدري اختيارات واسعه، واعتقد على مدار الموسم هيبان تاثيرهم الايجابي بالنسبه للنادي. طيب خلينا برضو نكمل مع مشاهدينا او نفكرهم بنتائج اليوم. الاسيوطي يتعادل مع مصر المقصه، والامس الزمالك يتعادل مع الانتاج 1-1، واليوم المقصه يتعادل مع الاسيوطي 1-1 في اللقاء اللي اقيم في الساعه 3 عصرا من عصر اليوم. يعني الان تجرى المصري البورسعيدي ووادي دجله في استاد برج العرب، ومواجهه ما بين حسام حسن وميدو، مواجهه كانوا هم لسه مع بعض في استوديو تحليلي، الان هم امام بعض في الملعب وفي برج العرب، وحتى الان النتيجه 0-0. وده هدف الاسيوطي الاول اللي كان من ضربه ركنيه، صراحه الى حد ما بالنسبه لي كوميديه بالنسبه لحارس المرمى، ما اكون بهذا المستوى بلعب في نادي بهذا الشان. حارس المرمى هو قرار، حارس المرمى هو توقع اكيد. استاد الاسيوطي من الملاعب المفتوحه للهواء، والهواء بيبقى له دور كبير، ولكن في التسخين يعني عمل كذا، اكيد اتعمل عليه كذا اوفر، وهو خد قرار خاطئ جدا في الخروج. ده هدف التعادل لجون انتو في الدقيقه 83، وجمله كانت معموله بشكل كويس من اللاعب حسين الشحات اللي عملها عرضيه لجون انتوي، واحرز اول اهداف فريق مصر المقصه هذا الموسم. وبدايه مع الكابتن مؤمن سليمان بعد رحيل ايهاب جلال، لحد الان في ناس لسه مش متذكره ان كابتن مؤمن سليمان اخذ تولى زمام الامور في مصر المقصه، ولكن هو تولى زمام الامور تماما، واول تعادل ليه مع فريق مصر المقصه، ونتيجه اعتقد الى حد ما يعني ما كانش حد متوقعها. يعني الاسيوطي ايضا مع كابتن علي ماهر، واحد من ولاد النادي الاهلي، وبدايه قويه بالنسبه له. لازم ندي الكابتن علي ماهر حقه من ساعه ما كان مدرب في قطاع ناشئين النادي الاهلي ولحد ما تولى تدريب الاسيوطي. الحقيقه كابتن علي ماهر من خلال احنا متابعتنا ليه ومن خلال كل الناس اللي تابعوا تدريباته، وعنده فكر كروي عالي جدا، واعتقد هيكون مدرب واعد. يعني تجربته مع الاسيوطي اعتقد هيكون ليها شكل مميز، وهتكشف لنا احنا كمحللين مدرب جديد في سماء الكره المصريه. احنا محتاجين ده الهدف الاولاني اللي كنت بتكلم مع حضراتكم على قرار حارس المرمى وغيرت اتجاهها، يعني حتى هو وقع بشكل غريب الى حد ما، ولكن حراس المرمى يعني دايما بيبقى في اخطاء، ولكن في بعض الاوقات في خطا بيحمل الفريق يعني الكثير، فمن الافضل مراجعه الامور تمام. طبعا كنا بنتكلم عن البدايه، يعني هي البدايه مهم، لكن يعني مش هنبني عليها كل شيء. البدايه طبعا خساره نقطتين لفريق المقصه في مشوار منافسته على درع الدوري، عمل سيزون كويس السيزون اللي فات، لكن كمان مصر المقصه كنت لسه بتكلم مع محمود قبل الهوا، فقط كم عنصر مهم جدا للفريق. اولا طبعا رحيل كابتن ايهاب جلال وتغيير الفكر، ثانيا لاعب زي احمد الشيخ ودوره الكبير مع الفريق، لعيب زي داوده ودوره الكبير مع الفريق، ولعيب زي هشام محمد اللي كان احد اهم لاعبي الفريق، الثلاثه دول بيمثلوا خساره كبيره لفريق مصر المقصه، واعتقد هيعاني من غياب الثلاثه دول على مدار الموسم ده. طيب ارجع بقى ليك محمود، ده لقاء الدور الثاني، ممكن نعيد الهدف الاول في اللقاء ده في يعني الاهداف هتتعاد، ولكن في يعني في هذا اللقاء
نادي طلائع الجيش كان ند قوي، والنادي الاهلي صراحه قدم واحده من اقوى لقاءاته الهجوميه وشراسه هجوميه يعني بمنتهى القوه. ككابتن حسام البدري بيدير اللقاء من المدرجات الى حد ما، ولكن ظهرت الفلسفه وظهر الفكره حتى الدقيقه الانفاس الاخيره النادي الاهلي بيلعب، وكان من اللقاءات المهمه اللي ادت النادي الاهلي دفعه قويه في انه يتصدر بطوله الدوري بشكل مريح. احنا ممكن نتكلم عن اللقاء ده برضه في تحليل المباراه ديت، كانت مختلفه شويه عن اغلب مباريات الاهلي. الاهلي دايما عنده صناعه اللعب بتبقى في عمق وسط الملعب، وانهاء الهجمات واستحواذه في نص ملعب المنافس دايما بيبقى الجبهه الشمال، يعني تقريبا 50% ونص الملعب مثلا 25 والجبهه اليمين 25. في المباراه دي كان صناعه اللعب عند الباك ليفت، نص ملعبنا الدفاعي ناحيه الشمال، وانهاء الهجمات كان في الناحيه اليمين هجوميا للاهلي. فكان واضح ان كان كابتن حسام شايف ثغره او حاجه في الجبهه الشمال، خصوصا ان عاصم سعيد الظهير الايسر كان مميز جدا هجوميا في الموسم اللي فات وكان مسجل اهداف، فكان ممكن ان كابتن حسام عاوز يضغط عليه او يستغل مساحه وراه. وكمان كان عشان قدامه احمد، كان احمد عيد عبد الملك بيلعب جناح شمال، فممكن ان هو ما بيرتدش دفاعيا، فاستغل النقطه دي. اشتغلنا في المباراه دي كان الثنائي، يعني كان شريف اكرامي كان دايما الشغل بتاعه بيطلع بالكوره للاثنين، سعد لنجيب او رامي ربيعه بنفس العدد، ما كانش مميز عنده لاعب عن الثاني، فواضح ان طلائع الجيش ما كانش بيضغط من قدام، كانوا الاثنين فري، فكان يعني شريف سلم لسعد سمير لمحمد نجيب سبع تمريرات والرامي ربيعه سبع تمريرات. المباراه الدور الاول مثلا كان مستحيل حجازي يستلم كوره من شريف اكرامي، كان كل التمريرات من شريف اكرامي كانت لسعد بس، فده يوضح اختلاف الفكر بين كابتن احمد سامي وبين كابتن طارق يحيى. بس انا هقول لك حاجه، هو حجازي مميز بالتمرير، فعشان كده كابتن احمد سامي ضغط عليه، كان ضغط عليه فساب ان اكرامي مرة لسعد بس، لسعد سمير. والنادي الاهلي برضو دي حاجه من الحاجات اللي لازم ادي سعد سمير يعني حقه فيها، انه طور نفسه تماما في موضوع الاستلام والتسلم، طور نفسه تماما في المراحل الهجوميه، كابتن اصبح حسام بيركز على دي كتير في التمرين. فمن الحاجات النموذج اللي فعلا لكل المدافعين الشباب، في بعض الاوقات الكوره مش هتديك ان انت تلعب ستاندنج في كل المباريات، ولكن انظر لما فعله سعد سمير الموسم الماضي، رجع وركب ما شاء الله، طور من ادائه تماما، بل اصبح البعض ينادي به اساسيا في منتخب مصر الاول، وده حاجه يعني ربنا يكملها ويقدر سعد سمير انه يفضل مستمر في هذا التالق، لانه بياتي بالنفع على النادي الاهلي وعلى منتخب مصر، ان دلوقتي عندك مدافع فعلا صلب، مدافع تعتمد عليه، راجل بمعنى الكلمة في المراحل الدفاعية. وكل شاف سعد سمير وأدواره مع في مباراة سموحة، أحرز هدف كان مهم جدا في سجل النادي الأهلي في الموسم. صحيح، يعني شفنا كمان، عايزين لو ينفع حتى نعرض الصورة 4 و6 بس، يعني بيوضحوا شكل الفريق الهجومي بشكل منظم جدا، يعني فكرة واضحة جدا. احنا ممكن يعني نتكلم لحد ما تيجي الصورة. تمام، يعني في الصورة اللي هي رقم 4 كان زي ما قلنا كان سعد سمير اكتر لاعب بيستلم من اكرامي. طبعا الصور دي بتوضح لنا اهم لاعب في كل خط بيستلم، واللاعب اللي بيمرر للخط الثاني، اللي بيسلم الخط الثاني في الاهلي. ادي الصور اهي طلعت على الشاشه. تمام، الصوره دي احنا دي الدور الاول، كان اكرامي بيمرر لسعد سمير زي ما شايفين من 1 لرقم 20 7 تمريرات. نعم، كان سعد سمير تمريراته لاحمد حجازي 8، فاكتر لاعب سعد مرر له كان احمد حجازي. احمد حجازي بيستلم الكره، هو المسؤول عن ان هو يوصلها لنص الملعب او الخط الهجومي. نعم، ده حتى في منتخب مصر. صحيح، هو في الاهلي ومنتخب مصر، وحتى في وسط برومتش يعني مميز جدا في النقطه دي بصراحه، ومميز عن كل مدافعين مصر في النقطه دي، عشان كده سافر بره. صحيح، طبعا شايفين احمد فتحي اكتر من حسام عاشور في ان هو بيستلم ويمرر الكره، وهو نقطه الربط بين وسط الملعب والهجوم، لان حصل في المباراه دي اصابه لعمرو السوليه في اول 10 دقائق وتغير، فاحمد فتحي دخل نص الملعب. طبعا اكتر لاعب استلم كان عبد الله السعيد، وزي ما شايفين في الخريطه 21 ده علي معلول، طبعا جنب خماق رباعي الهجوم، وطبعا اللعيبه بتضم لعمق الملعب عشان تفتح للظهير انه يتقدم. وكان اكتر مجموعه تمرير في المباراه زي ما بنقول عليها مجموعه التمرير كانت بين علي معلول وعبد الله، مرروا لبعض 26 مره الاثنين، واضح طبعا ان عبد الله كان قريب منه جدا، وقدروا فعلا اخترق وعمل الجول الثالث بكروس عرضي لعبد الله، وخبطت في العارضه وردت وجاي كملها، فالفكره كانت ناجحه جدا. كمان يعني ممكن الصوره الثانيه اللي انت كنت عايز تتكلم عليها،
الاختلاف بس كان في المباراه الثانيه زي ما وضحنا ان النادي الاهلي لا صوره رقم 6 كان تركيز النادي الاهلي ان هو ينهي الهجمات من الناحيه اليمين حتى مع نزول ميدو جابر. طبعا التمريرات زي ما شايفين ربيع او نجيب الاثنين استلموا من اكرامي 6 مرات. طبعا عمرو السوليه كان هو نقطه الوصل بين نص الملعب والهجوم وكان اكتر لاعب مرر في المباراه دي فعلا. عبد الله السعيد طبعا كان اكتر لاعب استلم وهو اللي بيستلم ويمرر بين اللعيبه كلها. رقم زيرو ده كوليبالي بس عشان الطرف هرب فخلاص لغينا الرقم بتاعه. طبعا الخريطه دي من شركه كره ستاتس لازم يديهم حقهم. الغريب في المباراه الثانيه ان كان في شويه تحفظ للظاهرين يعني علي معلول شفنا حتى مركزه كان على خط الوسط ما كانش متقدم زي اللي فاتت فكان واضح ان كابتن حسام برده مامن ان في مراحل الحسم وكان لازم يامن دفاعه بشكل منظم. طيب وليد باللي احنا شفناه بالارقام لا تكذب دائما الارقام نمبر نيفر لايز يعني دائما بتديك الواقع والنادي الاهلي بيستخدم كل يعني كل خطوطه الكل يجيد التسليم والتسلم في محطات ارتكازيه في صناعه اللعب والاهلي يلعب يعني بنقولها باللغه الدارجه اتراكتيف فوتبول يعني كوره فيها تنقل و ذهاب الى المرمى باكثر طبعا هو الـ هو ده الفكر اللي في العالم كله في اخر 10 15 سنه يعني فكره الفريق اللي بيعتمد على لاعب مهاري حتى برشلونه وريال مدريد اللي فيهم احسن 2 لعيبه مهاريه في العالم سواء ميسي او كريستيانو رونالدو الاعتماد مش على الاثنين لعيبه دول. برشلونه لما بيكون عنده مشكله تكتيكيه او غياب لاعب في اي مركز بيأثر عليه رغم انه عنده احسن لاعب في العالم وكذلك ريال مدريد حتى في غياب كريستيانو رونالدو مع الزخم التكتيكي اللي في الفريق ما بنشوفش تاثير هذا الغياب وحصل في البطولات اللي حسمها ريال مدريد في الموسم اللي فات. نفس الفكر ده بينتهجه النادي الاهلي وخصوصا مع كابتن حسام البدري وانا شايف ان النصف الثاني من الموسم الماضي شهد يعني تغيرات تكتيكيه كبيره في فريق النادي الاهلي يعني ممكن نقول نضوج اكثر او توهج اكثر في الجانب التكتيكي. انا شايف ان كابتن حسام كان مقسم موسمه لمرحلتين. المرحله الاولى اللي هي مع البدايه اللي هي الحفاظ على القوام على القوام والخروج بالانتصار يعني هو كان محتاج ان هو يخرج من المباراه بثلاث نقاط يعني كان تقصد ان هو بادئ واقعي الى حد ما واقعي الى حد كبير. حصل ان النادي الاهلي نجح في ده واعتلى صداره الدوري او مشي بشكل مرضي بالنسبه للجهاز الفني. حصل التحول في الدور الثاني او في النصف الثاني من الموسم التحول اللي هو شفنا تكتيك كتير اتغير يعني حتى محمود بيتكلم دلوقتي من الدور الاول للدور الثاني في تغيرات كتير حصلت. انا شايف ان النادي الاهلي حتى في مباريات بعينها كان بيغير التكتيك بتاعه كابتن حسام البدري اكتر من مره في المباراه الواحده يعني كان بيلعب احيانا 4-3-3 ويقلبها ل 4-3-2-1 ولعب في بعض المباراه 4-1-4-1 وفقا لاحداثيات المباراه يعني صحيح. النتيجه ماشيه فين بالظبط ونجاح الاهلي في ده هو نجاح اختيار اللاعبين يعني فكره ان انت يبقى عندك اوراق بتخدم ان انت اي تكتيك حابب تلعب بيه عندك اوراق تخدم التكتيك ده موجود في النادي الاهلي فده مريح كابتن حسام البدري فنيا ومريحه نفسيا فانت النهارده غايب عن النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه 21 لاعب في القايمه غايب عن النادي الاهلي على الاقل 10 سوبر ستارز ما بين اصابات وما بين استبعاد فنيه وما بين اجهاد وما بين ففي زخم فعلا في فريق النادي الاهلي في ده بيساعد الصراحه ده شيء يحسب لمجلس الاداره اللي وفر للنادي الاهلي او العمق في هذه القائمه لكابتن حسام البدري سواء في الموسم الماضي او الموسم قبل الماضي او هذا الموسم مؤكد وكلهم لعيبه منتخبات مؤكد طبعا الحق لازم يرجع لاصحابه الرؤيه البدايه والاختيار من الجهاز الفني والتعاقد وحسم الصفقات من مجلس الاداره ده شيء لازم نشيد به فده زي ما قلنا بيساعد كابتن حسام البدري على ده. الفكره ان انت تستغل اوراقك وخصوصا في بدايه الموسم اللي انا هرجع تاني اقول ان في بعض تحديات بتواجه النادي الاهلي النهارده وخلينا نحط عنوان كبير قدامنا قبل مباراه طلائع الجيش اللي هي مباراه الترجي اللي كان لسه زميلنا بيتكلم عنها من مقر اقامه النادي الاهلي واللي برده لازم نفكر ان الجهاز الفني ونفكر اللاعبين ونفكر جماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي عنده مواجهه صعبه جدا 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 قدام الترجي او مواجهتين متتاليتين قدام الترجي في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. الترجي فريق قوي جدا بس كابتن حسام يعني في ابرز كلامه في المحاضرتين ما قبل هذا اللقاء انسوا الترجي تمام
ركزوا في هذا اللقاء، طلائع الجيش هو المنافس اللي انا هقابله في اول افتتاحياتي في الدوري، وافصل نفسي وبعد كده ابتدي افكر في الترجي. ده اللي تقلل اللعيبه وده اللي لازم يتقلل اللعيبه، لكن انت لو دخلت جوه عقل كابتن حسام البدري دلوقتي هتلاقي الترجي واخد تلتين دماغه وعمال يفكر ازاي النهارده يحسم بثلاث نقاط ويفضي بقى دماغه ويفضي نفسه وياخد لعيبته المواجهه. انا عايز اخد منك برضو موضوع الترجي، ان النادي الاهلي بيجهز تذاكر ماتش الترجي عشان يطرحها للجمهور. كابتن وليد مجدي مدير اداره المباريات بالنادي الاهلي قال ان هو بصدد الانتهاء من اصدار بطاقات الجمهور الاهلي الخاصه بدخول المباريات تمهيدا لتوزيعها على الجماهير من خلال منافذ فوري، واللي تم الاعلان عنها من 20 يوم واعلنها لحضراتكم في استاد الاهلي. واضاف ان النادي الاهلي انتهى من اصدار 10,000 بطاقه كمرحله اولى لاستخدامها في مباراه الترجي اللي ان شاء الله هتقام يوم 16 على القادم 16/9 على برج العرب بالاسكندريه، والبطاقه هتشمل معها تذكره مباراه الترجي بقيمه منخفضه، كما ان البطاقه هتمتد صلاحياتها لثلاث سنوات وهتمكن من الجمهور ان هو يحصل على اي تذكره لمباريات النادي الاهلي ويستمتع في هذه الخدمه. طبعا صراحه برضو شيء وخدمه خاصه جدا من النادي الاهلي ومجلس ادارته لجمهوره. جمهور النادي الاهلي هو العماد الاصلي للمحرك الاصلي كمان لفريق النادي الاهلي، دائما الجمهور هو من يحدث الفارق في المباريات للنادي الاهلي. ونتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يحسم موقعه الترجي في دوري ابطال افريقيا منذ لقاء الذهاب. ولكن هرجع تاني للقاء الاهلي وطلائع الجيش. اروح لك محمود، النادي الاهلي هيواجه فريق متمركز تكتيكيا بشكل كبير جدا، قوي بدنيا وواقف على رجليه بدنيا بشكل كبير لانه عنده اضافات افريقيه اضافه الى الصفقات الجديده. اذا البدايات دائما بدايه الماتش هو اللي بتحدد ما بعد السيناريو، هتشوف البدايه عامل ازاي. صحيح، هي البدايه بتحدد، بس النادي الاهلي عنده نفس طويل، وحتى لو الجول ما جاش في البدايه ممكن برضه بيفضل ضاغط 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 لحد اخر وقت ان هو بيقدر حتى بعد ال 90، حتى لو ركبنا الاوتوبيس النادي الاهلي بيكمل الماتش لحد ما يكسب. فطبعا حتى لو عايزين نشوف ركله الجزاء بتاعت وليد سليمان سريعا بس عشان بسرعه بسرعه تمام سريعا، هي بتتوج كلامنا كلنا. يعني اتكلمنا عن عبد الله السعيد ان هو ازاي بيوظف نفسه بين الخطوط بشكل مثالي. لما عبد الله السعيد استلم الكره بين الخطوط قلب الدفاع ساب مركزه لانه لازم يضغط عليه، ما ينفعش يسيبه هيستلم ويلف هيصوب او هيرمي الثرو، ساب مركزه وتقدم. كان المهاجم زي ما دكتور وليد قال انه المهاجمين واللعيبه بتتبادل المراكز، المهاجم طلع للشمال وليد سليمان راح داخل للعمق استلم الكره في المساحه اللي قلب الدفاع سابها وقدر ياخد منها ركله جزاء. هو ده النادي الاهلي، وهي دي ان شاء الله باذن الله اللي هتحصل النهارده وهنكسب بيها باذن الله. هو مخرجنا جبالك يعني ايه حاجه خدمه عاليه جدا. هي دي بالظبط. الوليد سليمان هنشوف يعني غريب ازاي وليد سليمان الوينج هو اللي بقى هنا وعبد الله كان فين والمهاجم كان فين. هي بالظبط السويتش وعبد الله كان في قلب الملعب، وطبعا قلب الدفاع اللي هنا تقدم يضغط على عبد الله فاتضرب دفاعهم بسهوله. هو ده النادي الاهلي ان شاء الله ممكن يركز على هذه الطريقه في اللقاء. وليد شايف ان البدايه هيكون فيها اهداف ولا الاهداف هتتاخر شويه؟ اعتقد يعني ان النادي الاهلي هيلعب ضاغط من اول مباراه. النادي الاهلي عايز يريح نفسه ذهنيا وعايز يريح نفسه نفسيا، على يعني مش عايز يجهد. الاهلي اعتقد هينزل في اول ثلث ساعه او في اول ربع ساعه ضاغط جدا عشان يجيب هدف مبكر يريحه بقيه المباراه ويلعب باقل مجهود او يلعب بشكل تكتيكي ويضيف بعد كده. فاعتقد ان ممكن النهارده بدايه المباراه تشهد اهداف ان شاء الله يكون الاهداف لصالح النادي الاهلي والفوز ايضا في مصلحه النادي الاهلي. بدايه مهمه وقويه في انطلاقه النادي الاهلي عبر هذا المشوار الدوري ال 59، وان شاء الله تكون البطوله ال 40 للمارد الاحمر. في النهايه نهايه الفقره الاولانيه بشكر ضيوفي الكرام الاستاذ وليد الحديد الناقد الرياضي بالارام، شرفتيني ونورتيني. شكرا كابتن فاروق وسعيد بالتواجد معاك ومع محمود. ايضا محلل الاداء الجميل محمود سليم محلل الاداء بموقع في الجول، شرفتني ونورتني. شكرا يا كابتن، كنت سعيد موجود معاك ومع دكتور وليد. لسه مكملين مع حضراتكم الفقره الثانيه مع زميلي الكابتن محمد فاروق استاد الاهلي. ما تروحوش بعيد، النادي الاهلي حديد في حديد.